سمير هو أول شخص قال إنه هيدا النظام مجرم وهيدا النظام عم بيغير وجه لبنان. بحب الشعب السوري، ما بحب الحكم السوري. يعتبر إنه الشعب الفلسطيني شعب عظيم شعب. سمير هو مثقف أممي ومواطن عالمي. كل يوم عم بحلم فيه. إذا بشتاق له بقرأ بفتح الكتاب وبيمشي الحال. مؤرخ بيروت في الحديث صراحة. لما بيقتلوا سمير عم بيقتلوا بيروت. بحكي أنا وياه. اللي شو عم تكتب يا أمي؟ شو عم تكتب يا ماما؟ يا حبيبي؟